حياكم الله متابعينا متابعي يورو جول، ما زلنا مستمرين في مباريات المجموعة الرابعة. هذه المجموعة التي تضم منتخبات اسكتلندا، كرواتيا، المنتخب الإنجليزي وأيضا منتخب التشيك. نروح لمرحلة الأسئلة، المرحلة الأولى، ومن بعدها نروح إلى مرحلة التحدي، تحدي بلاي ستيشن، لعب مباراة فيفا وأيضا تجمع نقاط في المرحلتين. أتوقع مع مرور الحلقات نبدأ نعرف عن المسابقة بشكل عام، وأيضا مع مرور المباريات بين الفرق المتنافسة في المجموعات الست. نذكر بأن برنامجنا برعاية ألتيمكس نفط عمان. نبدأ مشوار مباراتنا اليوم في هذه الحلقة بين المنتخب الاسكتلندي ومنتخب كرواتيا بمرحلة الأسئلة صح أم خطأ. راح فيكم شباب مرة ثانية في يورو جول وأيضا مجموعة المجموعة الرابعة مثل ما ذكرنا في تحدي الأسئلة، حياكم الله. طيب نبدأ السؤال مع المنتخب الاسكتلندي. السؤال يقول: عدد أهداف الهداف التاريخي للبطولة هو 9 أهداف، صح أم خطأ؟ معلومة خاطئة. المعلومة خاطئة، إجابتكم خاطئة أيضا. إذن الإجابة الأولى خاطئة من المنتخب الكرواتي. نسمع السؤال الأول لمنتخب المنتخب الاسكتلندي. نسمع السؤال الأول لمنتخب كرواتيا. يقول الفرنسي ميشيل بلاتيني مثل ما ذكرنا قبل شوي: سجل 9 أهداف في تاريخ بطولة اليورو، صح أم خطأ؟ 30 ثانية بتوقيت ساعات ميستل الموزع الرسمي لساعة هوبتول في السلطنة. خطأ. المعلومة خاطئة وإجابتكم صحيحة. السؤال الثاني للمنتخب الاسكتلندي يقول: الألماني جيرد مولر هو القائد الوحيد الذي تحصل على اللقب مرتين، الذي رفع البطولة لمرتين، هو جيرد مولر هو القائد الوحيد اللي رفع هذه البطولة، بطولة أمم أوروبا. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ 30 ثانية بتوقيت مستلم، بعدها نسمع الإجابة. معلومة خاطئة أيضا. كذلك إيكر كاسياس قائد منتخب الإسباني. برافو عليك. إذن نقطة لمنتخب اسكتلندا وأيضا نقطة لمنتخب كرواتيا، تعادل لحد الآن. السؤال الثاني لمنتخب كرواتيا يقول: أكثر لاعب شارك في البطولة هو الألماني أوليفر كان، الحارس المخضرم. راح أتكلم عن هذا المنتخب بعد ما أسمع الإجابة منكم. الإجابة خاطئة. السؤال الثالث لمنتخب اسكتلندا يقول: استضافت يوغوسلافيا النسخة الأولى عام 1960، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ المنتخب اليوغوسلافي استضاف النسخة الأولى في عام 1960، صح أم خطأ؟ الإجابة معلومة صحيحة. المعلومة خاطئة، إجابتكم خاطئة أيضا. السؤال الثالث لمنتخب كرواتيا، إذا جاوبته بشكل صحيح بتكون نتيجتكم أفضل في هذه المرحلة، مرحلة تحدي الأسئلة قبل مرحلة البلاي ستيشن. حققت جمهورية التشيك اللقب عام 1976، منتخب التشيك يلعب معكم في هذه المجموعة، حقق اللقب في 1976. 30 ثانية ومن بعدها نسمع الإجابة. منتخب كرواتيا برعاية رفيق، صح. نسمع الإجابة. صح. الإجابة صح وإجابتكم صحيحة فعلا. طيب السؤال يقول لمنتخب اسكتلندا: وصلت ويلز مرة واحدة في تاريخها دور نصف النهائي، صح أم خطأ؟ 10 ثواني بعدها نسمع الإجابة. نذكر بالنتيجة يا شباب، النتيجة تشير لتفوق المنتخب الكرواتي. 5 ثواني نسمع الإجابة، صح أم خطأ؟ معلومة صحيحة. المعلومة صحيحة وإجابتكم صحيحة في عام 2016. السؤال الرابع لمنتخب كرواتيا يقول: حققت المجر برونزية المركز الثالث في اليورو عام 72، منتخب المجر حقق المركز الثالث في عام 72، صح أم خطأ؟ المعلومة خطأ. خاطئة وإجابتكم فعلا صحيحة. طيب نرجع للمنتخب الاسكتلندي. السؤال الأخير لكم يقول: حققت صربيا وصافة اليورو مرة واحدة في تاريخها، منتخب صربيا حقق المركز الثاني مرة واحدة في تاريخه، صح أم خطأ؟ نسمع الإجابة منكم يا شباب. الإجابة على هذا السؤال تقول معلومة صحيحة، أن هذه المعلومة
خاطئة. فالسؤال الأخير إذا جاوبتوا بشكل صحيح تجيبون 5 من 5 وتكونون أقوى فريق في هذه المجموعة، مع أنكم أصغر فريق مشارك في يورو جول في الشبيبة وأيضا بطولة أمم أوروبا لهذا العام. السؤال يقول: وصلت هولندا دور نصف النهائي مرتين في تاريخها، خطأ ولا صحيح هذه المعلومة؟ الإجابة عن هذا السؤال تقول خطأ. المعلومة خاطئة. نثبت على الإجابة. المعلومة خاطئة وإجابتكم صحيحة فعلا. أصغر منتخب مشارك معنا يتفوق ويكتسح منتخب اسكتلندا 5-2. يعطيكم العافية شباب، نشوفكم في مرحلة تحدي بلاي ستيشن. بإمكانكم أنكم تعملون الريمونتادا وتقلبون النتيجة على منتخب كرواتيا، ولكن منتخب كرواتيا صعب، صعب جدا. وكيف إيش تردون عليهم شباب؟ كفو عليكم، كفو عليكم. خلينا نشوف تحدي بين المنتخب الكرواتي والاسكتلندي في تحدي بلاي ستيشن من بعد هذا الفاصل. عطرك يكمل عيدك. مجموعة عطور جرنان، أيقونة الهدوء والنقاء، مزيج منعش يستحق الاقتناء. عطور جرنان معك لآخر لحظة. أهلا بكم أينما كنتم مشاهدين الكرام. إذن تبدأ المباراة في شوطها الثاني بين المنتخب الاسكتلندي ومنتخب كرواتيا. شوطها الثاني هو تحدي بلاي ستيشن بين الفريقين اللي يلعبون في المجموعة الخامسة، مجموعة كرواتيا واسكتلندا ومجموعة انجلترا وتشيك. جيرو بيرسل الكرة بينية، يا عيني على الكرة البينية. هدف أول لمنتخب كرواتيا، 6-2 في مجموع المرحلتين بين الفريقين. احترقت فيها توازن فيم لكنه لا يفرط بكل تدخل خاطئ، ما راح اتفاجئ لو اخرج حكم المباراة بطاقة. كل التوفيق لكم ان شاء الله. بعد هذا الكرت الاصفر علي ان اذا المباراة مستمرة بين الفريقين في شوطها الاول. يجعل يترك ارضية الملعب بشكل ممتاز، برافو في اللقطة. ينتهي الشوط الاول بفارق ضربة البداية الانجليزية. كابتن، بداية الشوط الثاني منتخبكم المتقدم. بول بوكبا، بينية خطيرة من كومان. هدف ثاني لمنتخب كرواتيا، تأكيد على تفوق من المرحلة الأولى 7-2 في مجموع المرحلتين. كريزمان من جديد إلى كومان. يا رب. هدف ثالث للمنتخب الكرواتي على المنتخب الاسكتلندي. تصير النتيجة 8-2 بين الفريقين. مباراة إذا تنتهي المباراة بين الفريقين ب8-2. ألف مبروك لمنتخب اسكتلندا وروح رياضية حاضرة بين اللاعبين في هذه اللحظات. ألف مبروك لكم كباتن على فوزكم بهذه المباراة بثلاث نقاط جدا مهمة. الله يبارك فيك والحمد لله على الفوز، ونشكر فريق الخصم قدمه بالمهندس. هارد لكم كباتن في اسكتلندا، ويعطيكم العافية، مشاركة جدا قوية منكم، ونتمنى لكم إن شاء الله توفيق في المناسبات القادمة بإذن الله. Home is with you wherever that may be. Home is with you.
with you wherever that.